هي مناسبة افتتاح او لونشينج بتاع نادي فكرنا فيه سوية مع اخوة اعزاء, ان نادي يتبنى شعار قوي جدا جدا الناس تجبن منه, شعار اسمه accommodation respect and tolerance. وشعارنا في النادي ده ان احنا we accommodate everybody and respect everyone and we tolerate every difference. وعن الموضوع ده including يعني احنا الشعار بتاعنا going beyond the differences in race, religion, gender, thoughts. فالاشياء دي احنا نتبناها ونتمنى كل الكوميونتي بتاعت من احنا وبتاعت غيرنا تتبنى هذا الشعار وتخليه يعني قاعد بتاعها. فدي النهاردة احنا عندنا افتتاح بتاع النادي او الدعوة لتقديم النادي للجماهير. فانا قلت دي مناسبة انه يعني ندي الناس نديهم كلام جاف ونديهم برضو حاجة يستمتعوا بها. ففكرت اعمل لي برضو مجال لي انا اطلع الصور والشغل بتاع الودورك عشان يكون جزء من يوم الافتتاح. شكرا جزيلا. من أغسطس تم اللونش أو الافتتاح لـ ART Club, وهو الفكرة الأساسية بتاعت النادي إنه يجمع الناس حول الوسائل اللي بتجعله إنهم يستطيعوا يناقشوا differences ويشتغلوا مع بعض. وهي بتقوم على ثلاث عناصر أساسية: accommodation, respect and tolerance. وبالaccommodation, respect and tolerance بين الناس يخلق الانفايرومنت الصحي اللي فيه بيقدروا يناقشوا differences و to tackle issues دائما هم كانوا زي shy away from it. وبالطريقة دي المقصود انه دائما التجمعات كانت بتحاول تبتعد من المواضيع اللي فيها خلاف عشان يحافظوا على تجمعهم كوحدة واحدة. نحن عايزين نستطيع أن نناقش المواضيع في خلاف ونتعامل معاها بدون أن نفقد علاقاتنا مع بعض, وده متوقع طبعا أن تحصل معاناة في الأول, لكن مع الزمن الناس تتطور الإمكانيات أنه نقدر to accommodate each other, to respect each other and to tolerate the differences. The الموضوع ده هو all inclusive in the sense انه each and every person irrespective, ما لازم يكون سوداني, ما لازم يكون كنديان, ما لازم يكون مسلم, ما لازم يكون منتمي لأي affiliation. وهي الناس من حيث هي ناس تتجمع مع بعض تناقش المسائل إنها كيف تعيش مع بعض. اللي هو النادي مهمة يشجع الكوإكزيستنس, يشجع ويخلق بلاتفورم عشان الناس تتسكز ذير إيشوز, ويخلق فرصة عشان برضو بلاتفورم عشان المواهب تتفتح ويقدر الناس يبرزوا مواهبهم وينشروا إمكانياتهم to develop further. شكرا جزيلا.